صباح الخير، كيفكم يا سابع؟ ان شاء الله اموركم منيحه. اليوم بدنا نبلش بدرس جديد بحكي عن مملكه الفطريات والطلائعيات. الفكره الرئيسيه من الموضوع بدنا نميز انه الفطريات والطلائعيات بالبدايه هي كائنات حقيقيه النواه، واخذنا باول درس انه عندي حقيقيه النواه وعندي بدائيه النواه. تمام، هلا الفطريات والطلائعيات من الكائنات الحقيقية النواة، إلا أنها لها خصائص مختلفة بتميزها عن النباتات والحيوانات. بالبداية رح نطلع هاي الصورة مع بعض ونتعرف على الفطريات. هلأ كتير في ناس عندهم هيك احمرار وحكة بين أصابع القدمين، هذا الإشي بيجي نتيجة ارتداء الأحذية لفترة طويلة. هذا الإشي بهيئ بيئة مناسبة من حرارة ورطوبة، حرارة ورطوبة للفطريات، يعني الفطريات تتكاثر ببيئة لازم تكون دافئة ورطبة. يعني الفطريات البيئة المناسبة لتهيئها بتتكاثر ببيئة فيها حرارة فيها رطوبة، وهي كائنات حقيقية النواة وغير ذاتية التغذية. معظمها عديد الخلايا، ومنها ما هو وحيد الخلايا، يعني في منها أكثر من خلية وفي منها وحيد الخلايا. تتشابه خلايا الفطريات مع خلايا النباتات بشو؟ تتشابه بوجود جدار خلوي، إلا أن تركيبتها مختلفة. إلها جدار خلوي مثل النباتات لكن التركيبة تختلف، وتنتشر الفطريات في البيئات جميعها حال توافر الظروف الملائمة لها. وحكينا الظروف إنه حرارة ورطوبة. هلأ الفطريات تختلف أحجامها أشكالها وأنواعها، يعني حتى الفطريات بين بعض تفرق بالحجم والشكل واللون. تمام، تعالوا نتعرف. هلأ العلماء صنفوا الفطريات إلى مجموعات، اعتمدوا بالتصنيف. بشو اعتمد العلماء بتصنيف الفطريات؟ على نمط التغذية، على نمط التغذية. يعني لما احكي لكم بشو العلماء اعتمدوا تصنيف الفطريات، على ماذا اعتمد العلماء تصنيف الفطريات؟ اعتمدوا على نمط التغذية وقسموهم الى ثلاث مجموعات. المجموعة الاولى الفطريات الرمية، المجموعة الثانية الفطريات التكافلية، المجموعة الثالثة الفطريات التطفولية. تعالوا نعرف شو يعني فطريات رمية. الفطريات الرمية بالغة الأهمية للبيئة، يعني هي مهمة للبيئة، إذ أنها تحصل على غذائها من خلال تحليل بقايا الجثث. هاي أخذنا عنهم، هاي بتكون تسمى المحللات. تمام، تقوم على أول إشي هي مهمة، الفطريات الرمية مهمة للبيئة. بدي أعرف إنه هي مهمة للبيئة، ليش مهمة للبيئة يا ميس؟ لأنها بتقوم على تحليل بقايا الجثث، وهذا الشيء يساهم في الحفاظ على نظافة البيئة وتقليل التلوث، بيساعد على الحفاظ على نظافة البيئة وتقليل التلوث. من الأمثلة عليه فطر الماشروم. هيا تمام. الفطريات التكافلية، تتغذى هذه الفطريات على ما تنتجه الطحالب الخضراء من غذاء، يعني بتتغذى على ما تنتجه الطحالب الخضراء من غذاء، حيث يقوم الفطر بامتصاص الماء والأملاح ليمكن الطحالب من تصنيع الغذاء بعملية البناء الضوئي. هو بيساعد على امتصاص الماء والأملاح ليمكن الطحالب من تصنيع الغذاء بواسطة عملية البناء الضوئي. وتعد هذه الأنشطة مثالا على العلاقة التكافلية بين الفطر والطحالب، علاقة اللي بتربط بين الفطر والطحالب، علاقة تكافلية. الفطريات التطفولية أكيد من اسمها يعني كتير رح تكون مؤذية. يربط هذا النوع من الفطريات بعلاقات مع الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء، تعمل أمراض، جميعها بتسبب أمراض للإنسان، تطفولية للإنسان والنبات والحيوان. تمام، وهو يسبب المرض، يعني مؤذية بتسبب المرض. ومن الأمثلة على هاي الأمراض التي تسببها للإنسان
صحفة الرأس وصحفة الأظافر. بالرغم من أن بعض الفطريات تسبب المرض للإنسان والنبات والحيوان التي يتغذى عليه، إلا أن هاي الأنواع كثيرة منها علاقة مباشرة بحياته، إلا أن فوائدها كثيرة. ففطر المشروم هاي هون خلصنا للفطريات التطفولية، أنه هي فطريات بتسبب المرض مثل سعفة الرأس وسعفة الأظافر، وهي بتسبب الأمراض للإنسان والحيوان والنبات. هلأ صح في فطريات بتسبب مرض للإنسان والنبات والحيوان بتتغذى عليه، إلا أن كمان حكينا هون عندي نوع مفيد للإنسان المفيد للبيئة، عندي هون مفيد للبيئة ومفيد للحياة تمام. هاي هون عندي فطر المشروم والكمأ مثلا يشكل غذاء مفيد. الفطر اللي بنستعمله بالخميرة اللي هي فطر الخميرة، في صنع عدة أنواع من الأطعمة مثل الخبز والمعجنات، في فطريات تستعملها اللي إبر البنسيليوم بتكون هي مضاد حيوي، يعني مفيدة هي حكينا للبيئة، بتقوم على تحليل بقايا الجثث. نقدر نستعملها أيضا مثل المشروم والكمأ يشكلان غذاء مفيد. كمان أيضا عندي فطر الخميرة بيساعد على صنع بعض أنواع من الأطعمة والأغذية مثل نستعملها للمعجنات للخبز، وعندي أيضا نصنع منها الدواء إبر البنسيليوم، تعرف البنسيليوم هو مضاد حيوي. وهيك بنخلص يا ميس الفطريات. أي سؤال؟ أنا جاهزة. يعطيكم العافية يا ميس، وبتمنى لكم التوفيق. بكرة رح نبلش بطلاء عياد اللي هو مش بكرة الأحد إن شاء الله، ونخلص الطلاء عياد وهيك يوم لحال منحل الأسئلة. يعطيكم العافية سابع.